فيلم Better Days من إخراج ديريك تسانغ. فيلم النهاردة مستوحى من أحداث قصة حقيقية. بيبدأ الفيلم معنيا مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة ابتدائي. نيان وهي في الحصة لقت واحدة من التلاميذ مش بتردد مع زمايلها ومش مركزة. المشهد ده مش غريب على نيان وبيفكرها بقصة قديمة من 7 سنين. نيان كانت طالبة في مدرسة حكومية في السنة الأخيرة وكان فاضل 60 يوم على الامتحان النهائي. نيان كانت بتذاكر طول الوقت ومضغوطة جدا وكان طموحها إنها تروح جامعة بكين. في يوم في المدرسة بتروح نيان هي وزميلتها تشاو دي عشان ياخدوا لبن، وبتاخد تشاو دي إزازة ليها وبتمشي. وبيمر وقت وبتكون نيان في الفصل بتذاكر، فجأة الطلاب بيسمعوا صوت دب حاجة كبيرة قوي في حوش المدرسة. بيطلع الكل يبص من الفصول وبيلاقوا تشاو دي وقع على الأرض. بتخرج نيان تشوف في ايه وبتعرف ان تشاو دي انتحرت. بتنزل نيان الحوش بسرعة وبتقف وسط زمايلها، وبتقرر نيان انها الوحيدة اللي تقرب منها وتقلع الجاكيت وبتغطي جثتها وبتقف تعيط وزمايلها بيصوروها. الشرطة بتيجي تاني يوم المدرسة وبيسألوا نيان لو تعرف ايه السبب اللي خلى تشاو دي تنتحر، بس نيان بتفضل ساكتة وبيقول لها الضابط ازاي ما كانتش تعرف عنها حاجة وهي الوحيدة اللي نزلت عشان تغطيها بالجاكيت بتاعها. نيان بتقول له انها كانت عارفة ان تشاو دي ما كانتش هتبقى حابة انه اي حد يشوفها كده، وبتمشي نيان وتسيبهم وبترجع الفصل بتاعها وبترفض تقول لهم السبب الحقيقي. بترجع نيان الفصل وبتلاقي الكرسي بتاعها محطوط عليه دم، وبتفتكر ان ده نفس اللي حصل مع تشاو دي، وبتتجبر انها تقعد على الكرسي وهدومها بتتملي بالدم. لكن نيان بترفض انها تقعد وبتفضل واقفة لحد ما بياخد باله مدرس وبيبتدي يسأل مين اللي عمل كده، لكن كالعادة محدش بيرد. وبينصحها المدرس انها تقرب من زمايلها لو تعرضت للتنمر من اي حد تشتكيله وهو هيساعدها. بتروح نيان لصالة الاكل وهناك بيشوفوها ويلاي واصحابها، وبيروح يقفوا جنبها وبيسألوها لو حابة تذاكر معاهم، لكن نيان بتقول لها مش فاضية، وبتحاول ويلاي تقنعها لكن برضو نيان مش بتوافق. وأول ما بتمسك ويلاي الموبايل عشان تصور نيان بتفتكر إنه ويلاي صورت تشاو دي وهي بتضربها في الحمام، وبتخاف منهم نيان وبتجري بعيد. وبيخلص اليوم في المدرسة وفي طريق نيان للبيت بتهجم عليها ويلاي هي وصحابها وبيضربوها عشان غطت جسم تشاو دي لما انتحرت، وبيحاولوا يعرفوا منها لو قالت أي حاجة عنهم للشرطة. بتروح نيان للبيت اللي بتكون عايشة فيه مع أمها اللي بتشتغل في البضائع المهربة، وبيكون عليهم ديون فما بيعملوش أي صوت طول ما هم موجودين في البيت عشان محدش يحس بيهم. بتروح تاني يوم نيان المدرسة وهي راجعة بتبقى خايفة من ويلاي وصحابها ليكونوا مستنيينها، لكن بتلاقي في مجموعة من الولاد ملمومين على ولد وبيضربوه جامد. بتخاف نيان من صوت الضرب وبتحاول تكلم الشرطة عشان تبلغ عن اللي بيحصل. بيشوفوها وبيمسكوها عشان يضربوها مع الولد، وبيفتكروا انها بتدافع عنه عشان هو حبيبها، وبيسرق واحد منهم الفلوس اللي معاها والتاني بيكسر تليفونها وبيجبروها انها تبوسه عشان ما يقتلوهوش. ولما بتعمل كده الولد بيتعصب جدا وبيقوم يضربهم ونيان بتعرف تهرب. تاني يوم الولد بيروح لنيان وبيسألها سرقوا منها كام وبيرجع لها الفلوس بتاعتها، وبياخدها لمحل موبايلات عشان يصلح موبايلها اللي اتكسر، وبيقترح عليها انه يحميها مقابل انها تدفع له فلوس، لكن نيان بترفض وبتقول له كنت نفعت نفسك. وبيقرر الولد انه يمشي معاها وبيوصلها، ولكن نيان بترفض المساعدة منه لكنه بيصمم وبيمشي وراها لحد ما بيوصلها بيتها. وعلى باب البيت بيلاقي ان في ناس معلقين صور مامتها وكاتبين عليها انها حرامية، وبتفضل نيان تقطع في الصور. وتاني يوم في المدرسة أصحابها بيعرفوا إن مامتها عليها ديون كتير وبيفضلوا يتريقوا عليها لحد ما بتعيط. ولما بتخرج نيان من المدرسة بتلاقي باي الولد اللي هي بسيته بالعافية قدام المدرسة مستنيها بالموتوسيكل، وبتركب معاه وبتطلب منه يوديها لأي حتة. باي بيوديها بيته وبيقعدوا مع بعض، وبيعرف منها إنها ما عندهاش حبيب، وبيحاول يعرف منها مين اللي بيضايقها في المدرسة. بيسألها باي كمان لو هي معجبة بيه، لكن نيان بتقول له إنها مش ممكن تعجب بواحد مش متعلم وجاهل زيه وإنها أحسن منه وهتروح الجامعة في بكين وما ينفعش تبقى معاه. وبتسيبه نيان وبتمشي لأنها بتبقى خايفة إنه يجبرها إنها تبقى معاه في علاقة. وبيبتدوا الطلاب كلهم يهربوا من نيان ومحدش منهم بيتكلم أو بيلعب معاها في حصة الألعاب. ولما بتنتهي الحصة ويلاي بتروح لنيان وبتضربها، لكن نيان مش بتقدر تستحمل وبترد لها الضرب. وفي طريقهم لرجوع الفصل بتزقها ويلاي من على السلم ونيان بتقع جامد وبتجرح ايديها. وبيحاول واحد من زمايلها يطمن عليها ويقول لها انهم فاضل لهم شهر ويخلصوا من اللي بيحصل ده،
لكن بتقول له نيان انها ممكن ما تستحملش اللي بيحصل وتنتحر زي تشاو دي. وبتفتكر نيان اللي حصل في حادثة تشاو دي في اليوم ده وهم راجعين بعد ما اخدوا اللبن، سابتها في الطريق تشاو دي وقالت لها انهم بيتنمروا عليها قوي وانه محدش بيساعدها ولا بيقف معاها، وعشان كده انتحرت. ومن خوف نيان انه ده يتكرر معاها نفس المأساة، قررت انها تكلم المحقق اللي مسؤول عن قضية تشاو دي وتعترف باللي حصل، وتقول له انهم زقوها من على السلم. وبيتفتح التحقيق مع ويلاي واصحابها، وبتكون ويلاي مش حاسه باي ذنب ولا اي حزن على تشاو دي اللي ماتت، وبتقول لهم انه التعويضات اللي بتصرفها الحكومه لام تشاو دي مبلغ كبير، ولو كانت تشاو دي عايشه ودخلت الجامعه ما كانتش هتقدر تكسب المبلغ ده. وبيكون صحابها برضو شايفين انهم ما عملوش حاجه وانه محدش عنده دليل، وممكن تكون تشاو دي انتحرت لوحدها، ولكن بسبب البلاغ ده بيتفصلوا من المدرسه، وبيبقى معاهم فرصه انهم يدخلوا الامتحان النهائي بس. وبيجي اهل واحده من البنات اللي اتفصلوا وبيتوسل للمدرس انه يرجعها، لكن لما المدرس بيرفض الاب بيضرب بنته اللي اتفصلت قدام المدرسه. بالليل ونيان راجعه لبيتها بتلاقي ويلاي واصحابها مستنيينها قدام البيت ومعاهم سكينه وعاوزين يقتلوها. بتجري منهم نيان وبتحاول تكلم المحقق عشان يلحقها، لكن ما بيردش، وبتستخبى منهم في سلة زبالة بتحس بيها واحدة من صحبات ويلاي، لكن مش بتقول لهم. وبتسمعهم نيان وهما بيقولوا انهم هيستنوها عند بيتها عشان لازم هترجع. بتروح نيان لباي بيته وبتطلب منه انه يحميها، بس مش معاها فلوس تدفع له. بتبقى نيان محتاجة حمايته عشان تقدر تدخل الامتحان وتروح بكين زي ما هي عايزة. بيوافق انه يحميها وبتعيش معاه، وبيبقى كل يوم باي بيوصلها وبيرجعها البيت عنده وبياخد باله منها. وبيروح باي لويلاي وبيهددها وبيقول لها انها ما تحاولش تلمس نيان تاني. وبتعيش نيان فتره مستقره مع باي من غير ما حد يأذيها، وبتكون في يوم بتحفظ مقاله، ولما بيسالها باي المقاله عن ايه مش بترضى تقوله، فبيتضايق منها لانه حاسس ان نيان شايفاه غبي واقل منها. وفي يوم باي بيكون سهران بره وبيشوف ولد حواليه ناس بيجبروه على السرقه. بيحاول باي يحمي الولد ده وبيضرب اللي حواليه، لكن بيبقوا اكتر منه. وبيرجع باي لنيان البيت مشوه، ولما بتتكلم معاه بتعرف ان ابوه سابه وهو صغير وامه سابته برضه عشان تتجوز واحد تاني. وبيحس باي ان نيان بقت اقرب حد ليه، وانه في حد في الدنيا اخيرا مهتم بيه. وبتطلب واحده من صحاب ويلاي من نيان انها تحميها وتقول لها مين اللي بيحميها عشان هي كمان خايفه من صحابها. وبتروح نيان توصلها وبيكون باي ماشي وراهم. وفي يوم بيكون باي سهران مع اصحابه بره وبيلعبوا بلاي ستيشن. بتدخل دوريه شرطه المكان تاخده هو واصحابه عشان بيدوروا على واحد مشتبه فيه في قضيه اغتصاب. بيبات باي في الزنزانه وبتحاول نيان تتصل بيه طول الليل ومش بتعرف توصل له. تاني يوم بتروح المدرسه من غيره، ولما بتخرج من المدرسه مش بتلاقيه مستنيها، وبتلاقي البنت اللي هي وعدتها توصلها مستنياها. بتروح نيان عشان توصلها وبتلاقي ويلاي واصحابها مستنيينها، وبيضربوها وبيقصوا لها شعرها وبيقطعوا لها هدومها وكتبها وبيصوروها. وبيشوفهم واحد من بيته وبيزعق لهم وبيقول لهم انه هيبلغ الشرطه وانه كاميرات المراقبه صورتهم. وبيخرج باي وبيفضل يتصل بنيان ولكن مش بترد عليه، لحد ما بيوصل باي البيت وبيلاقي نيان مشوهه، وبيبقى عاوز يروح يضربهم كلهم، لكن نيان بتمنعه وبيحلق لها شعرها اللي فاضل وبيحلق شعره كمان معاها عشان ما يحسسهاش انها لوحدها. وبيسالها باي هي عايزه تعمل ايه؟ بتقول له نيان انها عايزه تمتحن وتروح بكين وتكبر وتحمي العالم. باي بيقول لها ان هي تحمي العالم وهو هيحميها هي. ويوم الامتحان النهائي بيبقى المطر مغرق الدنيا، وبسبب الطين ده بيلاقي عامل جثه بنت مجهوله الهويه في منطقه انشاءات، ولما الشرطه بتيجي بيعرفوا ان دي ويلاي. وبتاخد الشرطة نيان لأنها أول واحدة مشتبه فيها، لكنها بتنكر. وبيلاقوا فيديو التعذيب بتاع نيان على تليفون ويلاي، وبتسأل المحققة نيان ليه ما بلغتيش عن ويلاي، لكنها بتقول لها إنها بس كانت عايزة تركز في الامتحان بتاعها. وبتفتكر نيان إزاي ويلاي ماتت، إنها لما الراجل قال إن كاميرات المراقبة مسجلة كل حاجة خلت كل أصحابها يمسحوا الفيديو اللي هي صورته لنيان، وقالت لها إنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تسامحها، لأنه لو والدها عرف إنها عملت كده مش هتكمل السنة وبكده هتضطر تعيد السنة تاني. وبتعرض عليها إنها تصورها زي ما هي صورتها، لكن نيان بترفض وبتقول لها إنها بس مش عاوزة تشوفها تاني. وبتمشي وراها ويلاي بتقول لها إنهم ما يروحوش نفس الجامعة وبكده يضمنوا إنهم ما يتقابلوش تاني. وبتقول لها ويلاي انها داخله جامعه بكين، وبتقول لها انه يا ريت لو كانوا صحاب لانه نيان الطف من باقي اصحابها.
وقالت لها لو خدت مني فلوس هبقى احسن وهحس انك مسامحاني وانك هتقدري تساعدي مامتك بالفلوس دي. اتضايقت نيا فراحت زقاها وبتقع ويلي من على السلم وبتموت. وبتكلم نيا باي وبيجي هو ياخد جثة ويلي وبيستخدم عربية صاحبه عشان ينقلها ويدفنها، ولو حد سأله يقول الحقيقة. وبتقبض الشرطة على باي وبيقول لهم انه حاول يغتصب ويلي ولما رفضت وقاومته قتلها، وبيكون المحقق عارف انه بيعمل كده عشان يحمي نيان. ولما بيحاول المحقق يضغط عليه هو ونيان بيفضلوا مصممين على كلامهم فبيتسجن باي. بتدخل نيان امتحانها وبتطلع النتيجة وبتنجح وبيجيلها كليات الفئة الاولى، وبيجيلها المحقق وبيبارك لها على النجاح وبيقول لها ان باي اتحكم عليه باعدام لانه مش قاصر زي ما هي كانت فاكرة. ساعتها بتنهار نيان وبتعترف بكل حاجة وبتروح السجن الباي وبتشوفه، وبعدين بتدخل هي كمان السجن. بيتحكم عليها بأربع سنين بتهمة القتل الخطأ، وباي بياخد 10 سنين لأن المحقق كذب على نيان عشان تعترف وباي كان قاصر فعلا. وبعد ما بتقضي نيان مدة عقوبتها بتخرج وبتشتغل مدرسة، والطالبة اللي بتكون مش مركزة في الفصل بتكون بتتعرض زيها للتنمر وبتفكرها باللي حصل زمان. بتمشي معاها نيان بعد المدرسة عشان تحميها، وبيمشي باي ورا نيان عشان يحميها زي ما وعدها، هي هتحمي العالم وهو هيحميها. قصة نيان أثرت جدا في المجتمع الصيني وساهمت في حماية طلاب كتير من التنمر في الحرم المدرسي والجامعي. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.